طيب رهف، يعني انت اصلا بتغني وتعزفي من اول، اليوم مع هذه الاوضاع الانسانيه الصعبه اللي بتعيشوها ما زلتي مستمره في بث رسائلك من خلال الغناء للعالم، قد ايش مهم للفنان انه يستمر في هذا الدعم من خلال فنه؟ طبعا هلقيت كل واحد فينا له طريقته الخاصه بتوصيل رسالته. نعم، انا اخترت طريق الموسيقى ان انا اوصل رسالتي، فالموسيقى مش بس اداه بالنسبه لي، هي وسيله اني اوصل رسالتي وصوتي للعالم. نعم، لعله يسمع يعني. في الكلمات، في كلمات الاغاني والقصائد اللي انا اخترت اني اغنيها كان في رسائل كثير انا حابه اوصلها للعالم. ايش هي هذه الرسائل يا رهف؟ اول واهم رساله هي الصمت على اللي بيصير في القطاع عندنا هنا. ثاني رساله انه متى بدكم متى حتتحرك، شعوب العالم عشان تغير الواقع اللي احنا عايشين فيه هنا، لانه اللي صار فينا ما صار قبل وان شاء الله ما يصير في حدا بعد.